كلمني عن الاختلاف ده. يعني أعتقد أنه مختلف تماما، والاختلاف الرئيسي هو اختلاف الإيقاع في طريقة لعب كرة القدم. إيقاع الأداء مختلف تماما. في إسبانيا نتحدث عن الاستحواذ على الكرة، فإذا كنت تحتفظ بالكرة أو تستحوذ عليها لفترة طويلة فإنك ستفوز بالمباراة بنسبة 98% أو 96%. في إنجلترا الأمر مختلف تماما، فكرة القدم هناك شرسة، فالأمر يتعلق بالقوة البدنية واللياقة. ففي الدوري الإنجليزي تحاول كل الفرق أن تأخذ الكرة بأقصى سرعة ممكنة، على عكس الأمر في إسبانيا. نحاول أن نحتفظ بالكرة أكبر وقت ونتناقلها بيننا إلى حين تحين الفرصة للتسجيل. في إنجلترا حتى الجماهير ترغب في أن يذهب اللاعب يلعبون بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء وبسرعة. بالضبط هذا هو الحال، وأعتقد أن ذلك مثير للجماهير والأنصار. فإذا عشت أجواء إحدى مباريات الدوري الإنجليزي فإنه شيء رائع. كيف تعاملت مع هذا الاختلاف الكلي؟ كان علي التعاطي مع هذا الأمر. كان علي أن أغير من طريقة أدائي. نعم، غيرت طريقة لعبي، حيث كنت ألعب في الدوري الإسباني لمدة 16 سنة، 10 سنوات في ريال مدريد وخمس سنوات في سيتا فيغو، فكانت فترة طويلة، لذا أردت التغيير. ذهبت إذن إلى إنجلترا ووجدت الأمر مختلفا تماما كما قلت، فكان علي أن أدافع بقوة وأن أكون بارعا في الضربات الرأسية. كما تعلم عليك مساندة المهاجمين لأن الخطوط متقاربة جدا بين خطي الدفاع والهجوم نظرا لسرعة انتقال الكرة، حتى أننا لا نحتاج إلى خط الوسط في بعض الأحيان. هل ترى أن المنتخب الأسباني أو اللاعبين الحاليين بالمنتخب الأسباني هم أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم الأسبانية؟ من الصعب أن نقول ذلك. بالتأكيد هم فازوا بكأس العالم، وهذا أفضل ما تم في تاريخ كرة القدم الإسبانية، ولكن كانت هناك منتخبات أخرى أيضا وأجيال أخرى في السابق. في كأس أمم أوروبا 2000 كان لدينا منتخبا رائعا حسب ما أذكر، فرناندو، الكورتا، غوارديولا، ألفونسو، مورانيتس، راؤول وأنا وسيرجي. لقد كان لدينا منتخبا رائعا، ولا تنسى أيضا أننا واجهنا في ذلك الوقت أفضل منتخب لفرنسا، وكما ترى فلكل منتخب موعده مع الحظ. المنتخب الإسباني الآن من أفضل وأقوى المنتخبات التي شهدتها إسبانيا، ولكن هذا لا يعني أنه أفضل منتخب في تاريخ إسبانيا. طبعا لقد فاز بكأس العالم، هذا رائع. ليه رفضت العقد الاحتراف في النادي الإنجليزي تشيلسي؟ المشكلة كما تعلم حدثت في موسم 2003-2004، فقد كنت أمضيت خمس سنوات مع ريال مدريد وكنت مختلفا تماما. لقد كان لدي ما يكفيني ويرضي غروري كلاعب في ريال مدريد، ومن وجهة نظري في ذلك الوقت كان علي أن أستمر مع ريال مدريد، فقد كنت قائد الفريق. لدي أصدقاء كثيرين وفزنا بكل البطولات مع ريال مدريد في ذلك الوقت. حقيقة كنت أدرس عقد تشيلسي، ولكن في النهاية قلت حسنا، أنا أريد أن أكتب تاريخا لي مع ريال مدريد وألعب لأكثر من خمس سنوات مع مدريد، ربما 10، وأعتقد أنني كنت على حق. أنا لست نادما لأن العشر سنوات مع ريال مدريد لا يضاهيها أي شيء. ميشيل سالجادو، اللاعب الإسباني المعروف، لاعب منتخب إسبانيا السابق وريال مدريد السابق وحاليا بلاك بيرن روفرز بالدوري الإنجليزي، شكرا جزيلا لك على وقتك، وبنشكرك على هذا اللقاء الخاص الذي خصيت به برنامج اليوم على الحرة.